النهارده معانا تليفون من شركه رائده في التليفونات ومتميزه اكتر بالكاميرات، طبعا عرفتوها هي جوجل. الشركه دي نزلت تليفون اسمه الجوجل بيكسل فولد. التليفون ده جامد جدا، هو في الحقيقه مش تليفون، هو زي الفولد بتاع السامسونج زي ما هو بالظبط، في شاشه صغيره من بره وتفتحه يطلع تابلت، هو نفس الفكره بالظبط. بس ده زي ما تقول كده جوجل حبت تعلي الاداء اكتر وتعلي على كل الشركات، حط فيه امكانيات اعلى. فبالنسبة للشاشة نزلوا التليفون ده بشاشة لسه صغيرة من قدام 5.8 انش، والشاشة الكبيرة 7.6 انش، يعني حرفيا كأنك ماسك تابلت ولو قفلته تليفون تشيله في جيبك عادي جدا. الشاشة بتنزل بشاشة اوليد بتدعم ال 2K، والشاشة الصغيرة بتدعم الفول اتش دي. مش هتفرق قوي انك كده الشاشة صغيرة، بس مجرد تفتح تقفل تسكرول مثلا تتصل بحد تصور فيديو، يعني حاجات بسيطة يعني مش محتاجة جودة عالية. وكمان الشاشة الصغيرة دي بتيجي ب 1200 نتس في مقابل الشاشة الكبيرة بتيجي ب 1450 نتس، فأعتقد دي الميزة اللي هتفيد جدا لو أنت في الشارع عشان تكون الإضاءة عالية ومناسبة ليك، فتعرف تشوف تفاصيل التليفون ما تبقاش مضايقاك. أعتقد دي الميزة اللي عجبتني أكتر بصراحة. كمان كده الشاشة الكبيرة بتدعم ال HDR 10 بلس في مقابل الشاشة الصغيرة بتدعم ال HDR بس، وزي ما قلنا أنا مش محتاج إن نشوف فيها فيديو أو كده، فمش هتفرق معاك الألوان أوي، مش هتفرق معاك الجودة أوي، يعني فروقات بسيطة بالنسبة لك. كمان التليفون ده بيجي بمعيار مقاومة غبار وعرق الـ IP68، هو ده كويس جدا. هو مش غبار وعرق بس، هو ممكن برضه يستحمل الماية، بس مش إن أنت تسيبه في الماية لفترة هيبوظ، فهو كويس عامة، مش هيبقى عندك مشكلة ومثلا وقع فيه ماية أو ريح عليه ماية بالغلط، عادي ولا كأن حاجة حصل. كمان الإزاز بتاعه بيجي بالجوريلا جلاس فيرتوس، ودي كويسة جدا، مقاومة للخدوش بضرر كبيرة، مش هيحصل فيه حاجة لو لا قدر الله اتخبط منك من غير قصد، يعني في حاجة جت عليه عادي، يعني الموضوع بسيط. والظهر بتاعه بيجي من البلاستيك، والفريم بتاعه بيجي من الومنيوم مدرع، ده اسم غريب شويه بس يعني غالبا كده الشركات ابتدت تهتم بيه وتنزله الفتره دي كتير، فغالبا ده اللي هيكون سائد الفتره الجايه. واعتقد ده مميز اكتر في ان يكون مقاوم للخدوش من الحواف بتاعته، ما تتجرحش بسهوله، ما تتخدش، الالوان بتاعته ما تبهتش، الحاجات دي كلها. كمان الاداء بتاعه عالي جدا، يعني البروسيسور بتاعه اللي هو الجوجل تنسور G2 ده كويس جدا في كل حاجه حرفيا، وده تليفون رائد حرفيا في كل حاجه، يعني كانك ماسك الجوجل بيكسل 7 برو بالظبط، تلاقي نفس الحاجه، نفس كل التفاصيل، الاداء، الجوده، الكواليتي، كل حاجه حرفيا مش هتلاحظ ان في اختلاف. وكمان ده تابلت، يعني تستخدمه في اي حاجه انت عايزها. وكمان بيدعم الاندرويد 13، وقابل طبعا لتحديث الاندرويدات الفئات الجديده اللي لسه هتنزل الفتره الجايه، وبيجي برامات 12 ومساحه 256 او رامات 12 ومساحه 512 حسب ما انت بتحب تستخدم او حسب الاستهلاك بتاعك عامه. ما بيدعمش للاسف المايكرو اس دي كارد، فغالبا مش هتحتاجه، المساحات بتاعته كبيره قوي، يعني ما اعتقدش انت تحتاج كارت عشان بس تحط حاجه او بتاع او تنقل حاجه، الموضوع ابسط من كده بكتير. وبالنسبه لكاميرات هذا التابلت او التليفون اللي مش عارف ايه الوصف الادق ليه بالظبط، بيجي بثلاث كاميرات خلفيه 48 10 و8 10 و8 48 طبعا الاساسيه، 10 و8 منهم واحده الترا وايد وواحده تليفوتو، والاول مره في جوجل بتيجي ب 5 اكس زوم، يعني دي حاجه انا شايفها تطور ملحوظ جدا، واعتقد هيدخلوا ال 5 اكس زوم برضو في الفئه الجديده من تليفونات جوجل، فده هيخلي اداء التصوير بقى المسافات البعيده والحاجات دي هيبقى مميز جدا. طبعا لمسه جوجل في الكاميرات بتكون مميزه عن اي كاميرات تانية او اي تليفونات تانية، فاعتقد لسه الفتره الجايه هنشوف تليفون جامد جدا. طبعا بيدعم الفلاش وبيدعم التصوير ال 4K 30 و60 فريم، والكاميرا الاماميه برضو نفس الشيء، يعني يعتبر مفيش اختلاف، كاميرا اماميه برضو 30 و60 فريم، ودي حاجه مميزه جدا. يعني لسه لحد دلوقتي في تليفونات فلاج شيب بس بتنزل بكاميرا اماميه 1080، فانا بصراحه عجبني الموضوع ده في جوجل جدا، تقريبا كل تليفوناتها بتنزل ب 4K 60 فريم سواء عالي او سواء فئه متوسطه، ده اللي مميزها قوي بقى مخليها توب في كله. والكاميرا الاماميه المميزه جدا دي ومميزه جدا في التصوير بتيجي ب 8 ميجا بكسل، وبصراحه ككاميرا كاماميه او كخلفيه مش هتاثر معاك في اي حاجه، مميزه جدا في كل حاجه حرفيا. مميز كمان اللي يمكن مش منتشر بقية التليفونات واللي مخلي ده كتاب وتليفون مميز جدا، تخيل انت تقدر تصور بالكاميرات الخلفيه مجرد بس ما تقلب التليفون كده، تقدر بكل بساطه تصور بالكاميرات الخلفيه، فما عندكش مشكله عايز تصور بالاماميه صور، صور بالخلفيه صور، كفيديو كصور جميل جدا بصراحه. كمان بالنسبه للبطاريه فهو بيجي ببطاريه 4821 ملي امبير، اعتقد يعني ممكن تكون قليله شويه بالنسبه للنتاب ده 7.6 انش، اعتقد ان هو المفروض محتاج بطاريه اكبر شويه عشان تكفي الاستهلاك، فمش عارف بصراحه البطاريه عاملينها بتصميم ان هي تقعد مثلا فتره اطول، الله اعلم، لسه برده مع تجربه الاستخدام هتبان اكتر ولسه هنشوف الكلام ده. وبالنسبه للهنش بتاعه لما بتيجي تقفل التليفون ده فهو يعتبر ارفع هنش تشوفه لما بتيجي تقفل التليفون، السمك بتاعه صغير جدا وقفلته ما تحسش ان في فراغ
زي في الفولد بتاع السامسونج، تحس ان في فراغ شويه لما تيجي تقفل حته بسيطه، ده ما فيهوش يعتبر، فده مخليه حلو جدا وشيك جدا ونحيف جدا يعتبر. يعني يعتبر مش هتلاقي تليفون او هتلاقي فولد بنفس الحجم او المقاسات دي، مقاساته صغيره يعتبر. زائد كمان في ميزه ان انت لو انت مثلا عايز تعمل محادثه ما بينك وبين كذا حد، تقدر تفتح الكاميرا الاماميه والخلفيه تشغلهم مع بعض، فتبقى انت بتتكلم والشخص اللي قدامك بيتكلم، كانك مثلا بتتكلم في بودكاست مثلا. فمش هينفع طبعا نجيب كاميرتين عشان يصوروا بعض، فده مميز فيه، تقدر تصور امامي وخلفي مع بعض. بس يا سيدي، ودي كانت نهايه الفيديو النهارده عن الجوجل بيكسل فولد. اتمنى يكون الفيديو عجبكم ان شاء الله، وحابب اعرف رايكم اكتر في الجهاز ده، لو حد اشتراه يقول لي رايه ايه فيه بالظبط، هل كويس، هل في مشكله واجهته فيه مثلا، كل الحاجات دي. طبعا مش محتاج اقول لكم طبعا الانستجرام والتيك توك، يعني انتوا عارفين طبعا الكلام بتاع كل فيديو ده. فما تنسوش ان شاء الله تتابعوا كل جديد وتعرفوا كل جديد ان شاء الله طبعا على الانستجرام، واشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي. سلام.